تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم. السلام عليكم. التحالف الدولي ضد كوريا الشمالية عودة التاريخ. كوريا الشمالية تكلمنا كتير إنه في كلام حرب أو لا حرب. كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كانوا دولة واحدة، حصلت حرب سنة 50، 51، 52، 53. كانت الصين بتدعم كوريا الشمالية، وكانت أمريكا بتدعم كوريا الجنوبية، ودي كانت حرب مروعة، مات ناس كتير جدا في الحرب الكورية في الخمسينات من القرن العشرين. أمريكا وقتها كانت بتقود تحالف ضد كوريا الشمالية. دلوقتي أمريكا ما عندهاش ثقة في الأمم المتحدة، وشفنا لما حصل التصويت على قضية القدس إن أمريكا بلا شعبية في الأمم المتحدة، وبالتالي أمريكا بقت تبحث عن بديل للأمم المتحدة. فكرة بقى تحالف دولي تقوده أمريكا، تحالف دولي ضد العراق، تحالف دولي بعد كده ضد داعش، تحالف دولي ضد القاعدة وطالبان. فكرة التحالف الدولي هو بناء عالمي موازي للأمم المتحدة، عشان أمريكا ما تلجأش للأمم المتحدة، تشكل تحالف دولي بقيادتها، يعني أمم متحدة بديلة. فاللي حصل في موضوع كوريا الشمالية مؤخرا إن الأمريكان عقدوا قمة في فانكوفر في كندا، حضر 20، ليست قمة وإنما اجتماع وزراء خارجية لـ20 دولة. الوزراء دول اتكلموا عن عقوبات على كوريا الشمالية. الـ20 دولة دول باستثناء اليابان كانوا هم دول التحالف اللي مع أمريكا ضد كوريا في الخمسينات. شوف بقى عودة التاريخ، شوف بقى الطريق الدائري للتاريخ. نفس الدول اللي كانوا حلفاء لأمريكا سنة 50 رجعوا حلفائها 2018. الدول اللي كانت مع أمريكا في الحرب الكورية في الخمسينات اجتمعوا في كندا ضد كوريا في عام 2018. الرئيس ترامب تقديره إن التحالف ده هيكون المظلة القانونية الدولية وليس الأمم المتحدة في إطار ضرب كوريا الشمالية. الأسطول الكندي والأسطول الأمريكي في اتفاق إنه ما يفتشوا أي سفن رايحة لكوريا الشمالية تخالف العقوبات على كوريا الشمالية، أي سفن محملة وقود أو أي مواد على لائحة العقوبات أو المنع، هيتم تفتيش السفن ويتم عقاب السفن وأصحابها والدول المالكة لها. يبقى إذا 20 دولة مع أمريكا عودة للتحالف الدولي اللي كان موجود في الحرب الكورية بعد الحرب العالمية الثانية، مرة أخرى نفس التحالف. دولة زي بلجيكا انضمت مع أنها بعيدة عن الأحداث. في دولة في آخر الدنيا في أمريكا اللاتينية انضمت هي أخرى لدولة كولومبيا، انضمت إلى هذا التحالف مع أمريكا في مواجهة كوريا الشمالية. قلنا قبل كده مع حضراتكم إنه دلوقتي في 3 حاملات طائرات من 11 حاملة طائرات أمريكية موجودين عند سواحل كوريا، في فرقة كاملة جاهزة إن هي تنزل على شواطئ كوريا في حال الحرب، موجودة على حاملة مروحيات. في بريطانيا الحليف الاستراتيجي والوثيق لأمريكا، بريطانيا عندها خطة لإجلاء الرعاية من كوريا الجنوبية. لما نشوف هذه التركيبة بنتكلم على حاملات طائرات، قدرة على إنزال قوات، بريطانيا تخطط لسحب رعاياها، في نفس الوقت تحالف دولي اجتمع في فانكوفر في كندا علشان يبقى مظلة قانونية لضرب كوريا، كده بنتكلم على أن الحرب أصبحت وشيكة. وزارة الخارجية الأمريكية ضد الحرب، وزير الدفاع الأمريكي ضد الحرب، لكن صقور البيت الأبيض وصقور البنتاغون دول مع الحرب. ده مش معناه أن أمريكا كلها مع الحرب، الخارجية بالكامل ضد الحرب، وزير الدفاع الأمريكي ضد الحرب، لكن في بعض قادة وزارة الدفاع الأمريكية، قادة الجيش الأمريكي، وبعض صقور البيت الأبيض من مساعد ومستشار رئيس ترامب مع الحرب. من الطرف اللي هينتصر؟ طرف الصقور اللي جاهز المسرح تماما للحرب، ولا وزارة الخارجية ومن يؤيدها في حلول سلمية للأزمة في كوريا الشمالية؟ يبدو أن المسرح
ممهدا أكثر لصالح الصقور. انهيار البيتكوين مثل زهرة التوليب، رؤية من نوبل للاقتصاد. كلنا بنتابع أخبار البيتكوين، العملة اللي معظمنا ما عندوش معلومات كافية عنها، عملة إلكترونية مثيرة جدا للجدل. ناس بتقول هتستمر في الصعود، ناس بتقول هتبقى كارثة على الاقتصاد في المستقبل، دول وافقت ان هي تتعامل بيها، دول بتعاقب اي حد يتعامل بيها. لسه في جدل عالمي حول هذه العملة وحول من وراء عملة البيتكوين. عالم اقتصاد كبير جدا اتكلم في هذا الامر، هو حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد. قبل ما نقول ماذا قال، بنشوف البيتكوين وصلت $4,000 من ارقام لا شيء، صعدت 1000 2000 3000 4000 دولار، وبعدين وقفت شوية، رجعت تاني شوية، وبعدين فجأة وصلت لكام؟ $20,000. وبعدين جت نزلة نزول مفاجئ $11,000. انت بتتكلم على صعود مباغت وعلى هبوط مباغت ايضا. يعني لو حد معاه عملة كانت مثلا $500 بقت بعد فترة $20,000، شوف بقى ممكن يكسب قد ايه لو هو عنده كام من عملة البيتكوين. لكن برضه فجأة بعد ما كانت $20,000 نزلت $11,000 بخسارة $9,000. إذا بنتكلم على هذه العملة غير المستقرة التي أصبحت حديث العالم. دكتور روبرت شيلر ده خريج MIT ودرس أيضا في جامعة ييل ودرس في جامعة ميتشيغان، وهو من كبار علماء المالية في العالم وأسهم كتير جدا في علوم المالية في العالم. هو حاليا أستاذ في جامعة ييل وحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، ومن ثم لأهمية مركزي العلمي بنعرض وجهة نظر الدكتور شيلر. دكتور شيلر بيقول إنه البيتكوين مصيرها الانهيار، وإن هي فقاعة، وهذه الفقاعة ستنتهي يوما ما، وإنها ملهاش أي أصول، وصعب عمليا نتداول هذه العملة، وهي مش زي العملات الأخرى ولا الذهب، ومفيش توافق دولي على هذه العملة. وبالتالي مصير البيتكوين طبقا للدكتور روبرت شيلر أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل نوبل في الاقتصاد، إن مصير عملة البيتكوين الانهيار. بيقول أيضا هي فقاعة تشبه فقاعة زهرة التوليب في هولندا. قبل كده من فترة طويلة جدا زهرة التوليب في هولندا كانت ارتفع سعرها، ثم ارتفع جدا 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 زي البيتكوين، من مئات الدولارات إلى $20,000. وبعد كده بشكل مفاجئ هذه الزهرة اللي ارتفع سعرها كتير جدا 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 جت متوقفة، وفجأة هبوط مدوي. لما هبط سعر زهرة التوليب ده أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة في هولندا، وإلى بقى أزمات اقتصادية متلاحقة نتيجة الصعود الكبير ثم الهبوط الكبير لأسعار زهرة التوليب. دكتور روبرت شيلر بيقول إن البيتكوين زي التوليب في هولندا، فقاعة هترتفع كتير جدا جدا وبعدين تنهار، هتخلف أزمة اقتصادية. دكتور شيلر عنده كتاب مهم جدا، هذا الكتاب اسمه الوفرة اللاعقلانية. الكتاب ده كتاب الوفرة اللاعقلانية للدكتور شيلر، بيتكلم فيه بقى عن نظام الفقاعات الاقتصادية، وبيقول ان لابد ان نحدد اسعار الاصول. هو من العلماء الكبار جدا في ترسيخ هذا المبحث في علم الاقتصاد، ازاي ان انت تحدد افضل اسعار للاصول، لان المبالغه كتير جدا تؤدي الى فقاعه، الى ازمه اقتصاديه جارفه، ثم الى ركود كبير زي ما حصل في ازمات اقتصاديه عديده. يبقى لابد من تسعير الاصول بالطريقه المناسبه. الدكتور شيلر من الأساتذة الكبار في العالم في هذا الموضوع، كمان هو ساهم في علم المالية بإنجاز كبير جدا اللي أخذ عليه نوبل في الاقتصاد، إنه التوقع والتنبؤ بمسار أسعار الأسهم، لأن صعب جدا تعرف أسعار الأسهم هتصل لفين. إنما هو عمل آلية مع زملائه اللي أخذوا نوبل معاه، آلية مهمة جدا
ازاي ممكن تتنبأ لمدة طويلة نسبيا 3 سنين إلى 5 سنين بأسعار الأسهم، وبالتالي إسهامه في أسعار الأصول، إسهامه في أسعار الأسهم، إسهامه في فكرة الفقاعات الاقتصادية. كتابه المهم الوفرة اللا عقلانية بيخلوا أي كلمة يقولها الدكتور روبرت شيلر العالم بيهتم بتحليلها. هو يقول أن عملة البيتكوين مثل زهرة التوليب في هولندا من قبل، ارتفاع شديد ثم انخفاض مدوي، ما يعني انهيار العملة مستقبلا. الهند تعيد النظر في نظرية داروين حول أصل الإنسان. في نظرية مشهورة جدا في العلم ومشهورة أيضا عند علماء ورجال الدين في كل مكان وعند الكثير من الشعوب اللي شافوا ده في أفلام سينمائية أو في برامج تلفزيونية أو ما إلى ذلك، نظرية النشوء والارتقاء. إيه اللي الناس بتبسطها بتقول الإنسان أصله قرد. النظرية دي بتقول وفعلا خلاصتها كده إنه الإنسان لم يخلق هكذا، وإنما الإنسان بدأ كائن حيوان اللي هو القرد، تطور من قرد بدائي إلى قرد متطور إلى قرد متطور جدا إلى إنسان ما بين القرد والإنسان إلى إنسان شبه إنسان إلى إنسان مكتمل إلى إنسان لغاية الإنسان في عصر التليفون المحمول والتكنولوجيا اللي احنا شايفينها دلوقتي في العالم. فالنظرية قايمة على كده إن الإنسان أصله قرد، تطور هذا القرد ثم أصبح الإنسان فيما بعد. هذه النظرية سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية ضد هذه النظرية. كلنا نؤمن بنظرية الخلق، أن الله خلق آدم وحواء، ومن آدم وحواء جاء كل البشر، وإن ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم، يعني البداية نفسها أحسن تقويم، مش بداية مش كويسة وبعدين تطور الإنسان إلى وضع جيد، إنما البداية نفسها أن الله خلق الإنسان وخلقه في أحسن تقويم. فنظرية الخلق الموجودة في الإسلام والمسيحية واليهودية تتصادم مع هذه النظرية لعالم الأحياء الأشهر تشارلز داروين صاحب الكتاب الشهير أصل الأنواع اللي هي نظرية النشوء والارتقاء، أو إن الإنسان أصله قرد ثم تطور. كل ده معروف لينا، إنما الجديد إن وزير هندي مهم طلع واتكلم قبل أيام قليلة وقال إنه هو مش مؤمن بهذه النظرية، وإنه ينبغي إن احنا نوقف مناهج الدراسة اللي بتدرس هذه النظرية، وإن الإنسان مش أصله قرد، وإن الإنسان بدأ كإنسان بهذا الشكل. هنبدأ نتكلم على وزير هندوسي، ما نتكلمش على مسلم أو مسيحي أو يهودي، وبالتالي منطقي إن يكون عنده إيمان بنظرية الخلق. نتكلم بقى هنا في ثقافة جديدة وفي دين جديد بدأ صدام مع نظرية داروين من جديد. فالوزير الهندي قال إنه الإنسان بدأ هكذا إنسان، مفيش حد شاف قرد تحول إلى إنسان، وبالتالي الإنسان مش أصله قرد، والكلام بتاع داروين ده كلام غير علمي وكلام باطل وكلام يسيء للإنسان، ولازم نعدل مناهج التعليم في الهند ونخفف أو نلغي نظرية نشوء الارتقاء لتشارلز داروين. العلماء في الهند ردوا ضد الوزير. 2000 عالم هندي من 3 أكاديميات كبرى وقعوا كلهم ضد الوزير وقالوا دي نظرية علمية محترمة والعالم كله بيحترمها، وهي أصلا تم تطوير النظرية نفسها، يعني نظرية التطور تم تطويرها فيما بعد، والتطوريين اللي مؤمنين بالنظرية طوروا كتير جدا علم الأحياء وسوق الهندسة الوراثية، وإن العلم اللي أنجزه تشارلز داروين أدى إلى نقلة في الطب ونقلة في الهندسة الوراثية وصولا إلى الجينوم ونقلة كبرى في علم الأحياء وكافة العلوم، المنهج والطريقة التي اتبعها تشارلز داروين. فالعلماء 2000 عالم من 3 أكاديميات وقعوا ضد هذا الوزير اللي هو قال نوقف تدريس نظرية داروين في المدارس. تشارلز داروين حضراتكم هو من أشهر علماء الأحياء في العالم،
الغريب ان هو والده كان رجل دين، كان قسيسا، وجده كان عالم، والده رجل دين مسيحي درس في كامبريدج، وجهزه علشان يكون هو الاخر قسيس رجل دين مسيحي. لكن المفاجأة ان هو بعد كده خرج من موضوع الدين. بعض المؤرخين بيقولوا كان ينتهي الى مذهب اللا أدرية، البعض بيقول انه عاد الى الايمان فيما بعد، انما الاغلب بيقول انه لم يكن مؤمنا في سنوات طويلة من حياته. تشارلز داروين ولد 1809 يعني في عهد محمد علي باشا هنا، ورحل بعد الثورة العربية بسنة تقريبا 1882، ودفن في مقبرة قرب العالم الكبير إسحاق نيوتن. وزي ما قلت لحضراتكم، هذه النظرية قايمة على فكرة البقاء للأقوى، إنه زي بنشوف كده في الأفلام المصرية كتير جدا، إنه الصراع إذا ما كنتش هتاكل اللي قدامك فاللي قدامك ممكن هو اللي يفترسك، إن البقاء للأقوى. إحنا في غابة، إحنا في عالم أسماك، الكبير بياكل الصغير، كل الكلام اللي إحنا بنسمعه في السكة ديت هو كلام تشارلز داروين. إنها بيتقال بقى بطريقة أو بأخرى في السينما أو في الإعلام. فكرة صراع من أجل البقاء، وإن البقاء للأقوى والأضعف ده هينتهي، هي فكرة تشارلز داروين. وبناء على ذلك رأيه إن صراع الأحياء على مر التاريخ الطبيعي انتهى ببقاء الأقوياء اللي قدروا يتكيفوا وقدروا يبقوا ويصمدوا إلى أن وصلوا إلى هذا المستوى المتقدم من السن ككائنات، وإن في كائنات اختفت نتيجة إن هي لم تتكيف ولم تطور نفسها. دي نظرية تشارلز داروين. طبعا في كلام كتير جدا حول صحة النظرية، إنما كتاب أصل الأنواع لا يزال من أكثر الكتب مبيعا، بتتحول إلى متحف مهم بيزوره الآلاف سنويا، ونظريته موضع نقد ديني كثير جدا نتيجة إيماننا كمسلمين وإيمان المسيحيين واليهود أيضا بنفس النظرية، نظرية الخلق، أن الله خلق آدم وحواء ثم كان باقي البشر. وحسب القرآن الكريم فإن الله حين خلق آدم وحواء خلق الإنسان في أحسن تقويم. دكتور مصطفى محمود تعرض شرحا وتحليلا ونقدا لنظرية تشارلز داروين فيما قبل. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.